صباح الخير عليكم، جيسبر راكم كاع ملاح والصحة لاباس. مرحبا بكم لكوزينتكم كوزينات لوتي. كيما عودكم اليوم جيتكم بكيفية خفيفة وظريفة، دونك عودتوا لي ثلاث طواجن، نحبوا نغمصوا نحبوا الطواجن. اليوم جبتكم جواز تاع لوبوف ولا تاع لحم العجل، جو بونسون لاغاب لوبوف. فوالا دونك تقدروا تعوضوا باي لحم تحبوه. انا اليوم راح نديرو بلوبوف، دونك بتحضير هذا الجواز ولا هذا الغاغو بوف. دونك بسم الله على بركه الله. عندي كميه تاع بطاطا وتاع لا كاروت. راح نعطي لكم المقادير لخمسه اشخاص. Pour 5 personnes, donc on en a besoin de 300 g de pommes de terre, 300 g de carottes, 500 g de bœuf, de viande de bœuf, un oignon, une tomate, une gousse d'ail. Pour les épices, on a le sel, paprika, curcuma, cumin et poivre noir et concentré de tomate. دونك هذا واش نستحقوا باش نديرو دونك طاجين العجل تاع الثور ولا فرانشمون جو سي با لو بوف تاعنا. دونك نبداو على ببركة الله. انا ديجا بديت، درت لا كوكو تاعي فوق النار بشويه بالحم في كوكوطا، باسكو انا ما عنديش الوقت لازم نطيب على السريع. دونك في كوكوطا درت 500 غرام تاع اللحم البقري وزدت عليهم حوالي 3 ملاعق تاع الزيت. Donc j'ai mis 3 cuillères de l'huile et 500 g de lham de viande de bœuf. راح نخليهم يتقلاو على بعضهم ومن بعد نزيد لهم البصل بعد ما يتقلى شويه اللحم تاعنا. بعد ما يتقلى شويه اللحم تاعي على بركه الله راح نزيد البصل ونخليه يعاود يكمل القليان تاعو بغرضو. بعد ما تقلى البصل شويه مع اللحم راح نزيد كامل باقي المكونات. هنا عندي لا كوس داي ولا برستون ولا طوماط وحبة تاع طوماطيش كيما تشوفوا. ونبداو نزيدو في التوابل على بركة الله. راح نزيد نص ملعقة صغيرة تاع فلفل كحل، بوفغ نوار عفوا، ربع ملعقة صغيرة تاع كركما شوية برك، ربع الملعقة، ملعقة صغيرة تاع الفلفل الأحمر ولا البابريكا، ملعقة صغيرة ولا ينكبيغ أكافي، ربع ملعقة صغيرة تاع الكمون، رمو رشة خفيفة تاع الكمون كيما تشوفو، رشة خفيفة بالبزاف، ونملح حسب الحاجة، الملح حسب كمية اللحم اللي درتوه. أنا ما نحبش نكتر الملح في الماكلة تاعي، جو في أتونسيون. دونك راح نزيد قيس ملعقة صغيرة برك تاع الملح، وراح نزيد قيس ملعقة كبيرة تاع كونسونطخي طوماط. فوالا اوب، فوالا اوب كيما تشوفو. ونعاود نرجعو يتكمل القليان تاعو على غرضو على نار هادية باش يتشرب من التوابل تاعنا. تقلت الكسرونه تاعنا ولا اللحم تاعنا مع لا طوماط ولي زونيو لي زيبيس، راح نمرق. دونك خليتهم عاودوا تقليو حوالي 5 دقائق على نار هادئه. راح نمرق بماء سخون، راح ندير حوالي لتر ونص تاع الماء كسم يطيب لي اللحم والخضره تاعي. ياسر نتوما ولا درتو كميه بلوس، دونك زيدوا ان بو بلوس تاع الماء. فوالا اوب، وراح نغلق على لا كوكوط تاعي ونخلي اللحم تاعي يطيب قبل ما نزيد الخضره تاعي. دونك راح نرميه في فوق النار باش يكمل الطياب. هنايا بعد ما طابت لا فيون تاعنا ولا بقات لها 5 دقائق باش تطيب، راح نزيد الخضره تاعي على خطره. فوالا انا دونك زدت قرعه وحده بقات لي في الثلاجه، قلت والله غير نزيدها. فوالا بصح نتوما سي با اوبليغاتوار تزيدوا هذه القرعه، بقات وحده هنايا دون في الثلاجه، قلت والله غير نزيدها. نصيحه للمبتدئين، دونك الجزر ولا لا كاروت تاع الصيف ماهيش كي لا ميم شوز كيما الجزر ولا لا كاروت تاع
في الشتاء. دونك ولا درتوها الطاجين في الشتاء ولا في ليفير. دونك دي تقدروا ديروا زروف كاع لا كاروت ولا بوم دو تير او ميم طون، يي با دو سوسي. ولا درتوها الطاجين ولا هذا الطبق في الصيف، ديروا ديجا لا كاروت 10 دقائق ومن بعد عاودوا زيدوه لا بوم دو تير. علاش لازم نسبقوا في لا كاروت؟ باسكو في الصيف لا كاروت يخرجوها من ما تخرجش من الارض، يخرجوها من هذيك لي فريغو يجمعوها، دونك تكون قاسحه شويه. سي بور سا لازم واحد يديرها في الاول باش طيب، بصح في الشتاء ولا في ليفير دونك يخرجوها تكون فوالا تكون كيفاش نوصل لكم المعلومه، تكون جديده دونك ما تكونش قاسحه فوالا. دونك على بها انا درتها و ميم طون كي لا بوم دو تير. دونك هذه النصيحه سموها وفات اتونسيون باش لا كاروت تاعكم طيبكم بدون اشكال. دونك انا راح ندير لا كوكو تاعي نعاود نديرها فوق النار ونخلي نخليهم حوالي 10 دقائق، نغلق على لا كوكو 10 دقائق ويكون الطبق تاعنا جاهز شهية طيبة.